يعني نوقف مع المنتج ونقول له انه انت مش من حقك. اذا في دور يناسب عبير عيسى من حق عبير عيسى تكون، مش من حق انه يكون زميل اخر حق. لكن لما بكون عندك عمل بسبب احنا قله العنصر النسائي تستعين من برا وفي نجوم على راسي، ما عندنا مشكله زي ما بيتم هلا، او شاب او بنت اذا مش موجود هذا النموذج او هذا الممثل في الاردن فليكن استعين من سوريا، من لبنان، من مصر، وين ما بدك، لكن يكون موجود بالاردن وتاخذ انت الدور وتعطيه للي من برا مو من حقك. هلا بطلت هاي المعاناه، صار كله في تعاون عربي مشترك على جميل. الساحه العربيه كلها. نعم، قلتي مرتين في الصحافه وقلتي مرات اليوم بالحلقه انا بنت المركز العربي. نعم. أنا بنت المركز العربي الذي أعاد لنا بريق أعمالنا وانتشارنا. من يقف وراء هذا المركز؟ أستاذ طلال العواملة وأستاذ عدنان طبعاً الله يعطي الصحة. لماذا لا يكون أكثر من مركز يعني موجود بالأردن؟ إحنا بنتمنى. شو اللي بيخلي ضعف في هذا الموضوع؟ يعني قلة أو ندرة المراكز؟ التوزيع. إنه بسبب أزمة الخليج قلت لك، لكن طلال العواملة أو المركز العربي تحديداً أستاذ عدنان وأستاذ طلال يعني جازفوا وبدوا يعملوا أعمال في تعاون عربي اللي هي ابتداء من راس غليس وأبناء الرشيد وأبو جعفر، وأعمال الحمد لله. نعم. كانت في مستوى جيد. نعم. بدت تنتج وهي إلها الفضل بأنه أعادت الدراما الأردنية على القنوات الفضائية، هذا أولا. ثانيا لا، في عنا أنجات فيلم برضو اللي هي عاملة الرحيل ومخاوي الذيب. نعم. والسنة إن شاء الله عندهم عملين. نعم. إحنا بنتمنى، مو لأنه بدنا حدا ينافس المركز، احنا بنتمنى يكون اكثر من شركة. نعم. انتاج على الساحة حتى يصير في تنافس اعمال. حلو، اطلقتي على الاستاذ طلال العواملة اسم المنتج الشجاع، ما السبب في ذلك؟ لانه طبعا بالوقت اللي كان ما بيقبل حدا الدراما الاردنية هو اصر انه يعمل اعمال ويكون فيها نجوم واسماء معروفة انها اردنية، وربما ايضا حتى سوية ونوعية الاعمال اللي بيقدمها ايضا فيها صح. سوية عالية. مزبط. رغم ان البعض يشتكون من بخلة كما نسمع في الوسط مش الفني. مش معي، كل واحد يتحمل نتيجة تصرفاته. أنا بالنسبة لي لا، مش بخيل معي، وحتى لو بخيل أنا بقبل له. تحيز تام للمركز يعني. نعم، هل عادت في نظرك الدراما المصرية وتوازنت أمام الدراما السورية وتألقها المستمر؟ والله هذا موضوع شائك جدا، وأنا ضد هاي فكرة الدراما السورية أنه سحبت البساط من تحت الدراما المصرية، لأنه مصر هاي تاريخ. أنا ما بحب هاي قصة المسح. أوكي يعني السوريين مسح، وإحنا مش لا لا لأني أنا سمعتها كثير إلغائي، لكن فقط يمكن هو طبعا تجاوز، خلينا نقول في نوعية في بعض الأعمال، في بعض الأعمال وبعض النصوص. إحنا نشوف ونتابع بعض يعني. الأعمال وبعض النصوص، لكن يعني أنا في أعمال مصرية بالنسبة. نعم. إلي ما بحبش أشوف إلا مصر. نعم، شاركت الخليجيين منذ فترة في أعمال كثيرة، من بدوي، من معاصر، من كذا، وتكلمتي بلهجات مختلفة، بحرينية، سعودية، وكويتية. لا، أم بدوي؟ بدوي كويتي. بدوي كويتي وعد إلزام. البدوي تبعنا. نعم. يعني شو رأيك بمستوى الدراما الخليجية؟ في طرح مواضيع مهمة، بس بدهم يديروا بالهم من التكرار اللي هلأ عم بصير. طبعاً اللي عم بصير في كل الدراما العربية بشكل عام التكرار. يعني بينجح عمل هلأ سوريا المتبوئة الأعمال الأكثر شهرة. نعم. والأعمال الكتير اللي على يعني أنت هلأ بالقنوات الفضائية كله تقريبا. نعم. معظمه سوري، بس تخيلي أنه مرات بتميلي لأنه بيكون نفس الموضوع، نفس الممثلين ونفس الأشكال، فبتعديش عارفة هي عبير بهذا العمل ولا بهذاك العمل ولا بهذا. فأنا أنا بحب بخاف من التكرار. من هن النجمات السوريات اللواتي يعجبك أدائهن؟ طبعا أم عمار على رأسه، السيدة منى واصف. نعم. منى واصف هل تضعينها على القمة؟ طبعا. طبعا. إذا طلبت منك أسماء ثلاثة من النجمات، من تضعين معها السيدة منى واصف؟ سامي بحبها جدا. بعتبرها ممثلة كتير كتير مهمة. نعم. كتير. وسلافة معمار بحبها. من الممثلين بحب بسام كوسا، تيم حسن، في قصي، يعني في مجموعه. نعم. مع انه الاعمار طبعا مختلفه. نعم. بس طبعا في منهم. طبعا عملتي في فيلم بوابه الجنه. نعم. فيلم سوري عرض في مهرجان السينما في دمشق العام 2009 دور ام فلسطينيه، شو تقييمك لهالتجربه؟ مش بالشكل اللي انا كنت راضيه عنه ولا اللي توقعته. شو السبب؟ ما بعرف. بعد ما تمنتج الفيلم انا ما حبيت. مش راضيه عن كيف انت لا كيف تمنتج الفيلم بعد ما تمنتج وعرض على شاشات السينما. استاذ ماهر كدو
ما يعني احبطت. كنت كثير متامله بهي التجربه، انه هاي اول تجربه سينمائيه لي، النص مهم، الدور كان بالنسبه لي مهم لانه قضيه مهمه، ووافقت على اني اشتغل مع انه الدور صغير لانه اهميه الموضوع. لكن لما عرض ما كانش بالشكل اللي انا كنت متوقعه وحبه. نعم، قلتي السبعينيات والثمانينيات أجمل بكثير، والناس التي كانت تعمل أنقى وأصفى وأكثر تهذيباً. هل هذا هجاء للحاضر الفني؟ رح نرجع مع الفنانة عبير عيسى بعد قليل. كان موجود في هاي الفترة يعني من زمن في الثمانينيات والسبعينيات؟ الألفة، الأسرة، الحب والدفء، الخوف على العمل. يعني أنا ما بتذكر أنه إحنا عمرنا عملنا مسلسل قبل ما نقعد نعمل بروفات كلياتنا مع بعض ونتعرف على بعض وناخد ونعطي مع بعض ونعدل إذا في تعديل كلياتنا مع بعض. عدم الغيرة بهذا الشكل، أنا طبعاً الغيرة الفنية مشروعة بالنسبة لي. نعم. إنه أنا أغار إنك أنت عم بتقدمي شيء حلو من حقي، بس الحسد لا، هلا في كتير حسد، في كتير نكران للعالم، للجيل السابق. يعني ما أسهل أي زميل جديد أو أي ممثل أو ممثلة يقعد يقول لك مين فلان، مين هذا المخرج، مين هذا الكاتب، بسرعة لأنه بنشهره بسرعة، مجرد ما الناس تشوفهم بعمل بتصير تحكي معه فهو بيعتقد إنه خلص صار جاك نيكلسون أو هي صارت جوليا روبرتس. ما في حرفية، ما في تقاليد مهنة زي ما كانت عندنا بالأول، وما في ربما هم، صح؟ أهو الهم العام هو أصلاً، لأنه يعني أنا بالنسبة لي مش بس الفنانين، كل الأجيال هاي ما عندهاش هم أصلاً، صار في هم شخصي، هم شخصي وفراغ ذهني، وما نعم. فيش ما فيش ثقافة ولا نعم. في أي يعني مرجعية لهم أساساً نعم. يعني. وتحدثتي أيضاً مؤخراً عن اللهاث والسباق وراء الشهرة وتجميع الأموال في أعمال دون قيمة فنية. سؤالي، متى يتهافت الفنان يعني على الأشياء مدام عبير؟ إذا هو فارغ بس همه الفلوس طبعاً بده يكون لا فارقة معه، زي ما حكينا لا فارقة معه مسلسل ولا فارقة معه شو بيقدم من رسالة ولا فارقة معه أي شيء، سوى أنه قديش بده يجمع فلوس وقديش شو السيارة اللي بده يركبها وشو البيت ومين بده يتزوج ومين بده صاحب طبعاً. فبتهافت، لكن الفنان الحقيقي لا يمكن. نعم. بكون بده يعيش وبده فلوسه وبده ياخذ حقه، لكن برضه في مقابل لهذا الحكي. تقولين انا مقصره في مشاهده المسلسلات، 30 ساعه كثيره احيانا من وقتي، وتشاهدين بنهم وشغف السينما. نعم. ليش؟ يعني هذا تقصير منك ايضا صح كممثله دراما. كان تقصير بفتره معينه اني انا كنت مش مشاهده للتلفزيون نهائيا. بس رجعت أشاهد الأعمال التي تستحق، لكن صدقاً مش بس أنا، كل العالم وقتهم ثمين. كم 30 ساعة بعمري عشان أنا مضطرة أشوف كل الأعمال اللي بتنزل 30 ساعة؟ بس هذا فيه أيضاً نبرة تعالي ربما، حقي قناعتي بنفسي أنه أنا وقتي كتير غالي. نعم. أنا بقدر أقرأ كتاب يفيدني، بقدر أشوف فيلم يفيدني وأستمتع فيه أكثر من أني أشوف 30 حلقة من التكرار والإعادة، لأنه أنا مصرة أنه قليل الأعمال التي تستحق ان تكون في. نعم. 30 ساعه. برامج الاطفال وينك من هاي البرامج اللي والله احنا يعني ما راح اقول لك تربينا عشان اكبرك لانك كنت صغيره، مناهل وحكيم والببغاء، يعني ما مزبوط. ما في تفكير باتجاه هذا العالم الطفل اللي احنا كثير مقصرين اتجاهه. والله يا ريت، للاسف انه
بديش أخش في موضوع آخر اللي هو القنوات الفضائية وتهميش طفلنا والأجندات اللي شغالة عليها وبعض القنوات الفضائية اللي عم تشتغل على أنه تسفيه عقول أولادنا وأنه تخليهم ما يفكروا غير بالإنترنت وبالشكل وباللبس والحب والغرام والانتقام و لكن إحنا أنا هذا ما بقدر لحالي، أنا ما عندي قدرة أني أنتج أعمال أطفال. المسؤولين هم اللي لازم ينتجوا، التلفزيونات والحكومة. نعم. يعني تحديدا التلفزيونات الحكومية لازم تنتج أعمال للأطفال. بالعكس أنا بتمنى أشارك للأطفال لأني أنا نجحت في التجربتين اللي أنا عملتهم. قلتي مرة مع العمل الفني نكتشف ومع الزمن كذبة كبيرة نعيشها ونسير بها، هل هذا يعني أن الفن ليس رسالة بالنسبة إليك أم نادمة على هذا الخيار؟ لا هي مو هيك، أنا قلت أنه تجربتين صاروا أنا شفتهم قدامي، حسيت أنه إحنا اللي عم نعاني من الفن وبنشوفه بالفن والنتائج اللي بنلاقيها بعدين بحسها كذبة كبيرة. بصحى هيك كل فترة وفترة على كف حامي بيجيني على وشي بقولي وين رايحة يا بنت لوين؟ نعم هذا السؤال يفضي بنا أيضا إلى مقولة قلتي قبل 5 سنوات كان يسعدني أن تكون ابنتي الوحيدة ممثلة، أما الآن فلا، يعني 60 لا لن أسمح لها أنه تدخل الوسط الفني أبدا. ليش بتي ضد ذلك؟ لأنه في من قبل 5 سنوات كنت دائما أقول إحنا إن شاء الله رح نصير لأحسن، إن شاء الله الأمور رح تصير أفضل، رح نصير في احترام داخل المهنة، رح يصير في تفهم من المسؤولين للدراما وتحديدا الأردنية، والأمل الأمل الأمل.